قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أشككهم في الدين في كل شيء. يقول لك عن أيمانهم من بين أيديهم، يقول لك يا أخي ما فيش جنة، يا أخي جنة اللي أنت بتتكلم عنها، ومن خلفهم يا أخي المعاصي اللي أنت عملتها ولا يهمك، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من كل النواحي، يسلك بكل السبل لصرفك عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذهب للشاب يقول: استمتع بحياتك يا أخي، تب على الكبر، فما أدراك أنك ستعيش حتى تكبر أيها الشاب. يدخل لكل شخص من المدخل الذي يحبه ويهواه. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. لن تجد أكثر العباد يشكرونك أبدا، لن أجعلهم يشكرونك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل إبليس اجتهد في هذا؟ نعم اجتهد في هذا. قال تعالى: ولقد صدق عليه إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا قليل من أهل الإيمان. وانظر إلى الشوارع الآن، من الذي يحمل البنات على أن يخرجن بالاستريتشات وبالباضيات في الشوارع؟ والبنت لا تستحي من إظهار سوءتها، يعني البنطلون المجسم على البنت هذه أليس من إظهار السوءة؟ أليس من إظهار السوءة أن تخرج البنت والله سترها بثياب جميل، تخرج تحدث سوءتها لكل الصغير والكبير يراها بهذه الطريقة، وتحدث ثديها وتحدث سير سوءتها، والشاب الذي أصبح شبيه المخنث الذي ستره الله يلبس الضيق ويحدث سوءته، من الذي حرضه على هذا إلا إبليس؟ المسلسلات والأغاني والأفلام والبنوك الربوية وظلم العباد والقضاء الجائر، كل هذه الجرائم من الحامل عليها؟ هو إبليس اللعين. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا، أي فريقا قليلا من المؤمنين. قال تعالى لما قال إبليس ذلك: اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مذموما مطرودا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وستأتي قصة ذلك في محلها إن شاء الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.